اهلا اهلا بضيوفك. فعلا بدأ القداس، قداس الذكرى السنوية الأولى لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، بيرقص الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين، نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا، يعني بيرقصوا صلاة الذكرى السنوية للمطران اللي خدم الكنيسة كتير جدا. تخيلوا يعني لو السادة المشاهدين يتخيلوا سكرتير للمجمع المقدس الأنبا بشوي سكرتير للمجمع المقدس لمدة 27 سنة من سنة 85 ل 2012، مدة طويلة جدا. كمان نيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي عمر كتير جدا في إبراشية دمياط. أنا بتبارك وبتشرف وجود نيافة القمص قدس أبونا مرقس، قدس أبونا مرقس محروس كاهن عام وسكرتير مطرانية دمياط. أهلا وسهلا بيك يا قدس أبونا. يعني كلنا بنتذكر يعني نيافة الأنبا بشوي في يوم زي كده. لو تكلمنا عن تعمير الأنبا بشوي في إبراشيته، لو تكلمنا عن حب الأنبا بشوي للكنيسة الأرثوذكسية وتمثيله لكل للكنيسة يعني في كل المؤتمرات المسكونية. أول حاجة من ناحية التعمير، نيافة الأنبا بشوي طبعا اترسم أسقف لدمياط وكفر الشيخ والبراري في 24/9 سنة 72، والإبراشية بطبيعتها هي إبراشية ضعيفة الموارد جدا، وعدد الكنائس أو عدد الأقباط فيها قليل. بالنسبة ابتدى تعمير في دير القديسة دميانة سنة 76 بالتحديد، لما المجمع المقدس اعترف بإعادة الحياة الرهبانية في دير القديسة دميانة يوم 24 سبتمبر سنة 76، ومن هنا بدأ أو انطلق في تعمير الدير رهبانيا، وبرضه وأيضا تعميره بالمباني وبالكنائس المختلفة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. الدير بينقسم لجزء دير الراهبات والمكان الخاص بسكن المكرسات، بالإضافة لأنه بيخدم المنطقة كلها من ناحية الشعب المسيحي الساكن في المنطقة دي. فهو عمر هنا من ناحية اكتشاف بعض الكنائس الأثرية، ترميمها وترميم كنيسة القبر وترميم الكنيسة الكبيرة، وبناء يعتبر إعادة بنائها من جديد في مبنى دير الرهبات. اتبنى الدير سنة 81 المبنى الأولاني، والمبنى الثاني افتتحه قداسة البابا توادروس في سنة 2015. بالنسبة لكنائس إبراشية دمياط، إبراشية دمياط بتبقى بثلاث قطاعات، قطاع البراري وقطاع محافظة دمياط وقطاع محافظة كفر الشيخ. كل القطاعات دي سيدنا اشتغل فيها مع بعض طول 46 سنة اللي فاتوا. ضاعف عدد الكنائس في الثلاث أماكن دول أكتر من مرة، أكتر من ضعف. فسيدنا الأنبا بشوي بطبعه محب جدا للتعمير، محب جدا لبناء الكنائس، محب جدا لكل الخدمات. مجهود كبير عمله يعني سيدنا الأنبا بشوي في التعمير وفي الكنائس والقطاعات زي قدسك ما قلت. كمان خبرة الأنبا بشوي كبيرة جدا في تمثيل الكنيسة في يعني المؤتمرات المسكونية، ووجوده كمان سكرتير للمجمع المقدس لمدة طويلة. قد إيه كان أنبا بشوي حريص على الكنيسة الأرثوذكسية؟ كان بيبان ده في عظاته، في كلامه، في تعاملاته. قد إيه كنت بتلمس قدسك حاجة زي كده؟ نيافة الأنبا بشوي كان عملاق في أرثوذكسيته، وكان أسد في الحفاظ على العقيدة القبطية الأرثوذكسية وعلى هوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وده ظهر طبعا أولا زي ما حضرتك قلت إن هو كان سكرتير للمجمع المقدس حوالي 27 سنة. أيضا كان هو بيمثل الكنيسة في أكتر من مكان من ناحية العلاقات المسكونية مع الكنائس المختلفة في العالم كله. فكان الأنبا بشوي من أشهر الشخصيات ومن أهم الشخصيات اللي كان بيتعمل لها حساب كبير جدا لما يشارك في مؤتمر مسكوني أو في مجمع أو خلافه. فكان معروف مين هو نيافة الأنبا بشوي. وحتى اللحظات الأخيرة في حياته هو اتنيع عقب عودته من لقاء في أرمينيا، كان لقاء برضو خاص به العلاقات الكنسية. مجهود كبير وبركة كبيرة جدا خدناها بوجود نيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي. بنشكر قدس أبونا القمص
مرقص على وجوده معنا، القومس مرقص محروس سكرتير مطرانية دمياط على وجود قدسك معنا. بركة كبيرة خدناها بوجود نيافة الأنبا بشوق وسطينا. التاريخ يمكن يتوقف قدام الشخصية دي كتير، مازال الصلاة صلاة القداس قداس الذكرى السنوية الأولى للأنبا بشوي بتقام، والأباء المطرنة والأسقفة بيترقصوا القداس. بعد القداس حفل تأمين حفل تأبين، بعد حفل التأبين هيكون في نقل للجثمان من المكان اللي موجود فيه حاليا في الدير للمزار الجديد اللي نقلناه لحضراتكم من شوية. نرجع ليكي مرة تانية سالي في الاستوديو تكملي باقي فقرات برنامجك مع ضيوفك.